عملا بالمجهودات التي قامت بها وزارة الثقافة على مستوى حماية التراث الثقافي من الاتجار الغير شرعي وكذلك من المساس بالممتلكات الثقافية. إذا تعمل مديرية الثقافة لولاية كيكدا على تجسيد هذه التعليمات مباشرة عن طريق الحماية المباشرة وكذلك جرد المواقع التاريخية المتواجدة عبر الولاية وتصنيفها سواء في قائمة الجرد الإضافي أو في قائمة جرد الممتلكات الوطنية. في إطار التحول الرقمي اخترنا الجامعة مخبر إيكوفيما وهو شريك أساسي معنا حتى يستطيع مواكبتنا وتطوير هذا المنتوج وغيره من المنتوجات السياحية. كيكدا معروفة بأكثر من 32 منتوج سياحي كلها قابلة للتطوير وقابلة للاستغلال. سنستغل الجامعة في جانبها العلمي لمرافقتنا قصد التحول الرقمي هذا وقصد الاصطفاف في المراتب الأولى وطنية إن شاء الله.